النمسا تزيد من مشاركتها في العمليات العسكرية في العراق عبر الناتو. اكتشاف 3 جثث جنوب النمسا بجريمة قتل مزدوجة وانتحار. النمسا وسلوفينيا تناقشان الاستفادة من الطاقة النووية الآمنة. النمسا تشدد عقوبات سباقات السيارات لمكافحة التجاوزات المؤذية. انخفاض ثقة سكان النمسا في الأخبار الرسمية وتزايد تجنبها. الحكومة النمساوية تنظم 3500 ورشة عمل لتعزيز المهارات الرقمية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وعدت إليكم مشاهدين مرة أخرى بعد فترة انقطاع. وإلى خبرنا الأول، قرر مجلس الوزراء النمساوي زيادة مشاركته في مهمة الناتو في العراق لدعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء هذا القرار بناء على طلب وزيري الخارجية والدفاع، حيث يعتبر العراق عاملا رئيسيا في استقرار المنطقة بشكل عام وأوروبا والنمسا بشكل خاص. وتهدف مشاركة النمسا في المهمة إلى دعم الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة. وأعلن وزير الخارجية شالنبرغ أنه سيقوم بزيارة للعراق هذا العام لافتتاح سفارة بلاده في بغداد. اكتشفت الشرطة 3 جثث في منزل بمدينة سانت بيتر أم كامسبرغ في شتاير لزوجين وامرأة ألمانية قتلوا بواسطة مسدس. وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادثة بعد تلقي بلاغا عن اختفاء الرجل من عمله، حيث تم تفتيش المنزل بمساعدة فرق الإطفاء، وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح للجثث واستدعاء خبراء الطب الشرعي والأسلحة. ولا تزال الدوافع المحتملة للجريمة غير معروفة، ولكن من الواضح أنها جريمة قتل عقبها انتحار. التقى المستشار النمساوي كارل نيهاما مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت كولوب في زيارة له إلى فيينا. وتركزت المحادثات على استخدام الطاقة النووية بشكل آمن في البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية والتكامل المشترك في الشؤون الأوروبية والدولية. وأعرب نيهاما عن تهنئته لسلوفينيا بانتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة، كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر في قضايا المناخ ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين البلدين. وافقت الحكومة النمساوية على تعديلات لائحة المرور الجديدة بهدف مكافحة السرعة القصوى والتجاوزات المؤذية على الطرق. وأشارت وزيرة النقل لويا نرجفيسلا إلى أن الحوادث المميتة في النمسا ازدادت بسبب السرعة الزائدة، حيث ستفعل التعديلات من مارس العام المقبل، وتشمل عقوبات صارمة للمخالفين ومصادرة سياراتهم وبيعها في المزاد. وستوجه 70% من إيرادات المخالفات لصندوق السلامة على الطرق و30% للسلطات المحلية. تراجعت ثقة سكان النمسا في الأخبار، حيث انخفضت من 40% في 2022 إلى 38% هذا العام، وفقا لتقرير صادر عن معهد رويترز للأخبار الرقمية. ويتزايد عدد الأشخاص الذين يتجنبون الأخبار، ومع ذلك لا يزال التلفزيون هو المصدر الرئيسي للأخبار في البلاد رغم تفوق وسائل التواصل الاجتماعي على الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما، وتتراوح ثقة النمساويين في الأخبار حسب انتمائهم السياسي، حيث يكون الأشخاص اليمينيين الأكثر تشكيكا. وهذا التقرير جمع بيانات منذ عام 2012 ويعتبر الاستبيان الأكبر في تاريخ النمسا. تخطط الحكومة لتنظيم 3500 ورشة عمل حول المهارات الرقمية في المجتمعات المختلفة في البلاد العام المقبل. يأتي ذلك ضمن مبادرة هجوم الكفاءة الرقمية، وستشمل المناطق التي ستستفيد من الورش منها مراكز الشباب ودور المسنين والنوادي والمكاتب البلدية، وسيتم توفير إطار مرجعي للمهارات الرقمية، ومن المخطط استخدامه في النظام التعليمي والإدارة والمؤسسات العامة وأعضاء هيئة التدريس. وتعتبر النمسا واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال في الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.